نفتتح رسميا مراجعة الدورية للقوائم الانتخابية من 14/2022 إلى 14/12/2022 لمدة 10 أيام. فترة المراجعة العادية للقوائم الانتخابية إن شاء الله ستتحول إلى عملية دائمة عبر كل أيام السنة بعد إن شاء الله ما يأتي قانون الانتخابات بجديد في ذلك، لأنه يتكلم على التحيين المستمر، ولكن التحيين المستمر لابد أن يرافقه ويتولاه تنظيم مستمر. الآن الحمد لله البطاقية الانتخابية سيصدر بشأنها قرار ينظمها بكل تفاصيلها طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابات.